حب نفسي وكافي. رويدة المحروقي تكشف حصريا لإي تي بالعربي عن جددها. أدور على مخرج. لا للغرام والشر. جت فترة أنا وقفت تمرين إذا بتتذكري، وفي هالفترة زاد وزني، ولما زاد وزني يمكن اكتئبت، يمكن صار عندي عدم ثقة بنفسي. فأنا اليوم التمرين والجيم بالنسبة لي مش بس إني أنا أهتم بجسمي أو أضعف، إتس إني أنا أحافظ على نفسيتي والمنتل هيلث عندي. عشان كده بتحرص رويدة المحروقي إنها تمارس الرياضة بمختلف أنواعها. She surprised me how hard she could train. You know, we did a lot of boxing. She could do, you know, 45 to an hour of straight boxing, but as soon as she went for a run, all of a sudden she couldn't do it anymore. So yeah, I think that's all in the head though. She's very fit. She was very fit. We've been training together for a long time and she's back at the game again now and it's really good. She's doing really well. وإيتي بالعربي رفاها في اليوم ده في الجيم اللي بتزوره بشكل يومي تقريبا. مرين الصبح أساسي عندي الساعة 8:30، هذا أساسي عندي للساعة 10:30. بعد الظهر الويت sometimes ممكن مرتين ثلاث مرات في الأسبوع حسب. يعني الحين مثلا راح ابتدي اركز على اللور بودي، فراح اصير اسوي لور بودي مرتين ثلاث مرات في الاسبوع. المشي صاير مرتين في الاسبوع تقريبا. والله مش مني، من صديق لي فنان، هو يمشي، فصاير امشي 2:30 تقريبا. وفي الوقت اللي كتار بيعتبره ان الرياضه لانقاص الوزن، الا ان بالنسبه لرويده بقت لايف ستايل وبتحسب كل خطوه بتعملها. حبيبي انا لو طلعت الغرفه احسب كم ستاب. في يوم من كثر ما تمرنت في هذا اليوم اتوقع ساعتي فكر ان حد سرقه. في يوم تليفوني صار يعطيني فايروركس وكونجراتوليشنز طول اليوم. الايميل ما وقف. في يوم حركت كثير لان تمرنت مرتين في الجيم بلس المشي. المشي لحاله حركت 950 كالوري غير التمارين اللي سويتها في النادي. فيا في يوم فحاولنا أوصل لهذه المرحلة. وغير الرياضة رويدة بتتابع حمية الصيام المتقطع. نازلة 8 كيلو تقريبا، بس يهمني أكثر الميجرمنتس. يعني أنا مشكلتي للحين توني كنت أتكلم مع أصحابي أقولهم أنا لو من أول يوم تمرين حافظت على أكلي كنت نزلت كثير. فهو الأكل جزء أساسي، لأن يعني أنت في الجيم راح تقضي ساعتين let's say. الأكل باقي اليوم، ف وانا احب الاكل، احب الخبز بالذات نقطه ضعفي. احاول قدر المستطاع اني اسوي صيام متقطع، هو اللي مخليني اني اتحكم شوي بالاكل. وصراحه اسوي وانس ا ويك لازم اكل، والا ما راح اقدر اتحمل 5 أيام دايت. وقبل ما نختم لقائنا، كشفت رويدة حصريا لإي تي بالعربي عن تحضيراتها المستقبليه واغنيتها الجديده يلا دانس. انت اول حد في العالم يعرف اسم الاغنيه غير لايف ستايلز. كلمات الشاعر ضياء حسن، الحان الملحن عمر الخير، توزيع مدحت خميس، وانتاج لايف ستايل ستوديوز. فريش، حلوه، ستايلي بس جديد علي، يعني مش ستايلي كثير، شوي مختلف. بس انا كثير مبسوطه بالاغنيه. اند الحين في مرحله ياسة ادور على مخرج. عندي مأساة لأن في كثير مخرجين، بس أبا حد مختلف يطلعني بشكل مختلف، فلما تشوفوني تشوفون someone different، عرفتي؟ فهاي المرحلة أنا فيها ناو. وياسة أدور الحين على أغاني جديدة، بديت أسمع أغاني جديدة. أنا طبعا عندي أغنية سكر وسط اللي شبه جاهزة، بس أنا أحس سكر وسط للشتاء أفضل. فبعد يلا دانس ياسة أتجهز الحين أسمع أغاني عشان على طول بعدها تكون عندنا أغنية ثانية جاهزة للطرد.